بعده من البناء بعده بعده من البناء بعده 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 يا شباب بده هذا كله بعده نمر عسكري لا بيطول شوي ورا العربي الطيران الحربي يقصف مدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد 11/5/2018 ولا يزال الطيران الحربي في الأجواء
نفذ الجيش السوري رمايات عنيفة بسلاح الجو والصواريخ على مواقع داعش الإرهابي في القطاع الشمالي من الحجر الأسود. القطاع الذي نتحدث عنه هو بعرض حوالي 1.5 كيلومتر وعمق جبهي لحوالي 500 متر، وهو بين هذه النقطة التي هي الخط الأمامي ومنطقة أو شارع 30 الذي هو الحد الفاصل بين الحجر الأسود ومخيم اليرموك. دمرت وحدة من الجيش العربي السوري خلال عملياتها العسكرية المتواصلة في جنوب دمشق أوكارا للإرهابيين المتحصنين في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود. وأشار مراسل الإخباري الحربي إلى أن سلاحي الجو والمدفعية وجها ضربات مركزة على محاور تحرك الإرهابيين وبؤرهم المنتشرة في الخنادق والأنفاق، ما أسفر عن تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد. وتمكنت وحدات الجيش من دحر الإرهابيين من مبنى مركز التطوير التربوي وعدد من كتل الأبنية في أقصى شمال غرب الحجر الأسود بعد اشتباكات عنيفة معهم. وتواصل وحدات الجيش عملياتها في المنطقة لتوسيع مساحة الأمان وتتبع خلال عملياتها تكتيكات قتالية تتناسب مع طبيعة المنطقة وانتشار القناصين الإرهابيين في الأبنية وصولا إلى استسلامهم أو القضاء عليهم.